السلام عليكم. الموضوع دي اليوم هو الإرادة. ها؟ اسمع اسمع لنا برك يديرة. الإرادة. كتخرج من هنا من الكرش. ها؟ ما كتخرجش من هنا، كتخرج من الكرش. كنت تنتعلم واحد الدرس صغير فاش كنت باقي صغير كنتريني كونغ فو، كان كيجي لو ميتر ديالي وكيقول لي شوف نور الدين حاول تخرج هذا وهذا من الكرش. ديك ويلي كيفاش هاد القضية هادي؟ ديما كتقولي نخرجها من الكرش. حيت هي شي حاجه اللي كتجي من الداخل، الا ما خرجاتش لك من الداخل راه ما كاين والو. هكاك الحياه، الاراده شي حاجه غير ملموسه، كنتشوفوهاش بيدينا ما كتشافش، العلم ما قادرش يفسرها، لكن التاثير ديالها ما يمكن حتى واحد ينكره، لان بالاراده قدرنا نشوفو ناس صبروا على الجوع اللي منهم انا عاشوا غير بالماء، وقدرنا نشوفوا ناس اللي كثار مني صبروا على سنوات ديال السجن وريزيستاو بالاراده والعزيمه، وقدرنا نشوفوا ناس كذلك اللي بداوا من الصفر ووصلوا لابعد الحدود رغم الصعوبات والعراقيل. الاراده هي واحد الخليط وواحد المزيج ديال الذكريات والاحاسيس والمحبطات والفشل وبزاف د الحوايج كيتميلونجاو مع شويه ديال الكوتي سبيريتويال مع شويه ديال لا فورس اللي كيعطيوك الوالدين، داكشي كله كيتخلط وكيخلق منك واحد الانسان اللي عنده واحد لا فولونتي لداخل ديالو اللي يتقب بها الحياه. للاسف هذه القضيه وهذه الانرجي اللي كنهضر لكم عليها ما كتخرجش من عند ضعاف النفوس، وما كتخرجش من عند الناس اللي الشخصيه ديالهم ضعيفه، اللي كيقول لك انا والناس وما عرفتش علاش تيديروا معنا هكا وهما خايبين. لا 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 للاسف لا، هذا النوع هذا كياكل العصا صراحه. النوع اللي كنهضر عليه انايا واللي كيخرج الاراده من الداخل من الاعماق ديالو، واحد النوع اللي كيفورجي الشخصيه ديالو بالالم اللي كيعطيوه ليه الناس او بالالم اللي كيجيه من الاكستيريور، مرضى، غدر اصدقاء، خيانه زوجيه، ما سوقي شنو كيجيك من الاكستيريور، المهم داكشي اللي كيجيك كيدخل المعمل ديالك كيتانتيغرا لداخل كيولد واحد الطاقه، هذيك الطاقه كتخرج دي زوبجيكتيف وكتخرج احلام كبيره، وكيولي بنادم تاي معاه الايمان ديالو بالله عز وجل والعقيده ديالو ثابته، وتيحفر الارض وتيقول الداخل ديالو اصلا حنا جينا لهاد الدنيا هادي ابتلاء، اذا ما توقعش شي حاجه من غير انك تقاتل وتحفر وتشد بيديك وبرجليك. الاراده الاخوان هي الوحيده الكفيله انها تغير حياتك سفاها على هلاها، بمجرد انك انت تقرر قرار منك ديال انك تغير فرك غتغير، غير هو على سنوات ماشي في نهار. سلام عليكم.